ستي مو حاجة حزن؟ مرحوم إله جمعة وبعدين الحي أبقى من الميت. أنتِ مجنونة شي؟ أنا عم بعمل هيك بس قدام العالم، ولا بدي أزعل ولا بدي أحزن، طقت روحي. يعني رح ترجعي تنزلي على الشغل؟ يوه لكن بقعد بالبيت. طيب معلش أسألك سؤال. تسأليني سعديه. هلا الورثة كبيرة ما؟ يبعث لك حما. أنا كنت مفكرتها كبيرة بس هي طلعت مو زيادة. يعني هذا البيت وشقفتين أرض كان عم تعيش منهم المرحوم. بس بيني وبينك في شغلة رح تجنني. شو هي؟ المرحوم عدنان قبل ما يموت خلى عندي أمانة لواحد. وأنا ماني عرفانة شو بدي أعمل. أمانة شو؟ قال هو أخذ حق أرض من واحد. وكان بده يعني يرجع له اياها. وانتي شو دخلك؟ ما كان يرجع له اياها على حياة عينه. وانا هيك عم اقول. انا طلع لي هالقسطين بدي وزعهم على العالم يحلوا عني.